السلام عليكم متتابعي القناة في طبريل، كنتمنى كل شيء يكون بخير. واليوم عندنا الدرس الثاني ديال الماكينة. اليوم إن شاء الله غنوريكم الأدوات ديال الماكينة اللي لاسقين فيها. راكم عارفين كاين لاريتمو، كاين الصناجة، كاين هذه. غادي نجلس ونوريكم هاشنو هاشنو، ومن بعد غنوريلكم الخطوط باش نبريكم فيها ليبراتكم مغروسة في واحد القنت وكيف ديروا تروجو الخطوط مثلثة والخطوط مربعة والخطوط مستقيمة. شوفوا البنات، دابا ديك الحصة وريتكم البيدارة، تسرحوا رجليكم في البيدارة وتسرحوا يديكم في الباترون في الخطوط المستقيمة. دابا غادي نوريكم الأدوات ديال الماكينة، الأدوات اللي لاصقين في الماكينة كنخدمو بهم بزاف. هانتوما هذا كنقولو له لامبير، هذا هو فاش كنركبو الخيط، وهاد العوينات هنا كنركبو الخيط. كنعاودو نجيو لهذا، هذا ديال الغراز، كاينة ثلاثة، كاينة أربعة، كاينة خمسة، من واحد حتى لخمسة على حسب الغراز. انتي واشنو بغيتي، بغيتي تضيقيها، بغيتي تعرضيها، بغيتي شغل كهداك. المهم هادي ديال الغراز، حتى نبغي ندوروها كنضبطو هاد لاريتمو عاد كندورو. نمشيو لهذا، هذا سميتو لاريتمو، هذا هو اللي كيعقد لنا الخيط باش ما كيتحلش. كنبقاو نمشيو ونجيو، فاش كنديرو هنا كنديرو لاريتمو، كنديرو لها بحال هكا حتى نبغيو نعقدو الخيط، كنديرو هكا باش كيمشي الخيط ويجي، باش كيمشي الخيط ويجي كنديرو بحال هكا. شوفوها كتمشي وتجي، فهمتو؟ هادي لاريتمو، هادي الصناجة. الصناجة هي باش كنزيرو الخيط وكنرخفوه. إلا كان الخيط عندكم فتو كيخرص ولا شي حاجة غتردو البال لهادي، هادي هي اللي كتخرص، فهمتو؟ هادي ليبرا الخليطة، كندوزو الخيط هنايا ونديرو في هاد وسط هاد الطبيسي. عندنا ليبرا، فاش كنبغيو نحيدو ليبرا كنطلعو هاد الزباط، هاهو هذا كيطلع، هذا كيطلع لنا. فاش كتكوني كتخيطي كتخدمي برجلك بهذا، شفتو؟ هو اللي كيهز لنا الزباط، هذا فاش كتبغي تخيطي كيهز لك الزباط. إلا بغيتي تحيدي بصح الزباط وتبدليه، هذا من هذا، من هذا، من هاد اللوراني، فهمتو؟ عندنا كانيت أو بورت كانيت، ها الكانيت أو بورت كانيت، هانتوما شوفو كيكون هذا عامر بالخيط، وهذا بورت كانيت، كنديرو له ها، ونديرو الخيط هكدا، ونجيبو حتى الخيط حتى لهاد البلاصة، وكنجرو، شو كي يجي عندنا الخيط بسهولة، بلا ما تعصبي راسك. ودابا هذا فاش كيطيح في الأرض راه كيخسر، وها كيديرو ديرو في بلاصتو، هانتو، كديرو الخيط هاك. وتقبطوا هاد البلاصه ها هي، ودخلوه هانتو، دخلوه حتى كيتسمع طراق. فاش كتسمعي طراق ها هو تحبس. دابا بغيت نقول لكم لا تمشيو تكونوا ملصقين هاد الكانيت، الكانيت عوج فوق هاد البيداره هادي، وشوفوا الابره واش كضرب في الحديده ولا كضرب في التقبه حتى لتحت، لانكم الا ضربتوا في الحديده راه غادي تعوج لكم الابره. خصكم تسيروها بيديكم عاد ديروا رجليكم، فهمتوا؟ عندنا دابا الخيط، ها كي كنديروا نلصقوا الخيط، الخيط كنزلقوه بحال هكا، كنجيو لهاد العوينه ونجيو لهاد العوينه هاد الابره الغليظه، وندوزو في وسط هاد الطبسان الصغير، ونديروا له هكا في هاد العوينه وهاد العوينه الاخرى، وندوزو في الصناجه، ندوزو في وسط الصناجة، ونجيو نديرو لهاد العوينة الأخرى، ونزلقو الخيط، نزلقو ليبرا، نزلقو ليبرا، ها هي هادي، وهانتوما شوفو كيف غادي نطلعو الخيط من التحت، شوفو يدي كيف كدايرة الخيط، والخيط غيطلع من التحت، شفتو؟ قولي شفتو؟ هاو. دابا غادي نطلق الماكينة، هانتوما الخيط خصو يكون هكا من اللور، شوفو كيف كنجبد، ندير شفتو ها الخيط، حيت بغا
خصكم تحيدوه غتحيدوه بسهوله. ها ما تبقاوش تنطرو مع الابرة ومع الخيط. شوفوا كيف كنديرها رجلي على هاد البيضه هادي اللي كتحيدها اللي كتطلع الصباطه ويدي فوق من هادي. فهمتوا؟ ها انتم عارف الخيط ديما اللور. ها شوفوا لاريتون كنديرها. شوفوا الابرة كتعاود هي كتعاود تبقى تعاود تتمشي وتجري. فهمتوا؟ هادو بسنان كي ها انتم شوفوا شوفوا الغرزه ديال لاريتمون وشوفوا الغرز ديالها. ها انتم شفتوا؟ ودابا غادي نعاودو نبقاو نمشيو هكا في الخطوط حتى تسرح لكم يديكم عاد تمشيو لتو. هذا الدرب البنات وريتكم كيف ديروا الماكينه شنو هادي وشنو هادي وشنو هادي. دابا غادي ندوزو للورق. الورق غادي تبقاو تتبعوا حتى تسرح لكم يديكم. انا وريتكم ديك المهارات غتبقاو هكذا حتى تسرح لكم يديكم هاد الخطوط المستقيمه. هاد الخطوط المستقيمه الا درتو سفيفه درتو طراس درتو اي حاجه كتمشي ونيشان. فاش كتمشي ونيشان غادي نوري لكم عاوتاني هاد الخطوط الاخرين. ها انتم شوفوا شنو كديروا. غادي تقطي بحال دابا الكاغيط وتجي شوفوا البنات ليبرا حيت بغيو تلصقوها عندكم هاد البلاصه ها انتم مشققه هي اللي تكون على هاد الطرف. وحيت بغيو تزلقوا الخيط غتزلقوه هاك هاكا فهمتوا ماشي هاك. ها انتم دابا ها الخيط عندنا داخل ها علاش انا بغيت نخيط معاكم باش تشوفوا القنت. شوفوا القنت غتخشى ليبره تمايا وندور لي وندور الكاغيط. ها شفتوا باش يجيني القنت باش تعرفوا ديروا القنات. ها شوفوا القنت الاخر وكتعاودوا تدوروا باش يجيكم هذا القنت مريقل. علاش درت لكم هاد المثلثات عندنا القنات. شوفوا القنات باش تعلموا القنات كيف ديروا لهم. سمعتوا؟ ها اللي ما فهمشي وخصو شي حاجه ها نتوما قولوها لي. انا دابا راني مولفه بالماكينه ديال داري فهمتوا؟ دابا هاد الماكن كيجوني فشي شكل. غتبقاو تخدمو حتى تكملو هاد الكاغيط ومن بعد غادي ديرو هاد الخطوط ديروهم في التو باش تا هما تعرفو كيف ديري. شوفو البنات دابا راني ساليت معاكم الدرس ونتمنى يعجبكم وشكرا على المتابعة. شكرا باللايك الله يحفظكم ويحفظ جميع المسلمين.